السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ده شكل الأوتوماتيك بعد ما عملنا ليه صيانة. كان محروق بسبب ارتفاع التيار الكهربائي. هنشوف دلوقتي مع بعض في الفيديو ازاي قدرنا نصينه بدون تكلفة نهائيا. يا ريت اخواتي وحبايبي يشاهدوا الفيديو للنهاية، وهتتعلم ازاي تعمل صيانة لو اتحرق منك. بسم الله الرحمن الرحيم. هنبدأ نفك ونشوف ايه اللي تالف فيه الجهاز من الداخل اثناء ارتفاع التيار الكهربائي على موتور المياه وارتفاع التيار على المنزل بالكامل. حاجه بسيطه تقدر انت تعملها يا حبيبي في المنزل بدون الحاجه انك تروح لاي حد فني ولا صنايعي. يعني هنقول بسم الله. نبدا نفك القطعه دي علشان الفبره دي هي اللي ماسكه البورده من الداخل. وهنبدا الجزء اللي فوق الفبره ده نبدا نرفعه لفوق كده، هيطلع معانا بكل سهولة. كده تمام. عند الأطراف لازم أتأكد من الأطراف واصلة أهي إزاي، وده توصل إزاي عشان تبقى عارف. ونبص كده، دي بفة حماية أهي، وأدي كمان بفة حماية قدام منك أهي. طبعا البفة دي متفرتكة مولعة أهي، فيها انفجار. إن شاء الله بإذن الله تطلع هي بس اللي بايظة ونقدر نغيرها. طب نعرف قيمتها إزاي لو متفحمة؟ هتجيب قيمة دي هي نفس القيمة، الاثنين قيمة واحدة. طيب نخرج بقى كده بالراحة ونشوف الدنيا عاملة ازاي. نفك بقى الأطراف دي. يا حبايبي بص، انفجار فيها. طب نشوف رقمها كام كيلو. طيب نقدر نجيب قيمتها من الناحية التانية، 471، 471 تمام. طيب انا اجيبها منين؟ انا شخصيا اقول لك انا جبتها منين نفس القيمة. هنقدر نفك دي ونركب التانية بسرعة. نرفع دي كده الاول بسم الله. زي ما انتم شايفينها. طيب نجيب واحدة تانية بسرعة، نجيب واحدة تانية نفس القيمة بسرعة. أنا جبتها من بورد التلفزيون عندي قديم، بورد التلفزيون قديم عندي أهي. لقيتها فين؟ لقيتها على السوكت بتاع التلفزيون. أقدر أفكها عليها، أقدر أفكها بسرعة ونركبها وتبقى كله، ونجرب مع بعض على السيريا. اللي ما عندوش سيريا هنعمل فيديو إن شاء الله نشرح إزاي تقدر تعمل السيريا بكل سهولة علشان تبقى حماية، عشان لو في أي قفلة تاني بعد البفة أو بعد الفيوز أو بعد الحاجات دي تقدر تشتغل من خلال السيريا ويبقى عندك حماية محترمة. تمام، هنركب بقى دي بسرعة. كده ركبنا البفة بالشكل ده وهنبدأ نقفل مع بعض بسرعة. طبعا البفة القديمة اهي، هنبدأ نقول بسم الله ونوصل كل حاجة في مكانها بالظبط. هنركب بقى القطعة دي اهي، القطعة دي زنقة اهي، تمسك البوردة وادي، وبعد كده نوصل أطراف الكهرباء ال 220 ونبدأ نجرب على السيريا. نجرب على السيريا عشان لو في أي حاجة تانية بعد البفة محروقة تبقى باينة معاك، ولكن إن شاء الله ما فيش أي حاجة بإذن الله تانية محروقة، هي دي بس بإذن الله، وهنقدر نشغل وهتبقى سهلة معانا. نقفل بسرعة ونرجع. قفلنا بقى بالشكل ده وهنبدأ نوصل الطرفين ال 220 اهو عشان نجرب، وهنوصل الكابل في السيريا علشان لو في أي قفلة تانية ما يضربش معايا، ونشوف هيشتغل معانا ولا لا. بسم الله بسم الله، ما شاء الله اشتغل وزي الفل، اشتغل وزي الفل، حاجة ممتازة الحمد لله. حاجة بسيطة جدا ممكن تلففك الدنيا، ولكن تقدر تعملها حضرتك في المنزل. يا ريت اخويا وحبيبي اللي بيشاهدني يعمل لايك للفيديو، الناس اللي هي حبايبي مشرفيني ومنوريني دايما، اللي ما اشتركش في القناة يشرفني وجودك واشتراكك في القناة. يا ريت تنتظرونا في فيديو جديد ومعلومة جديدة في قناة اخيكم محمد الصفطاوي،
والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.